هنبدأ إن شاء الله في شابتر 10 الويفز and wave properties of light أو الموجات والخصائص الموجية للضوء. أول موضوع عندنا تعريف الويف. ما هو الموجة؟ الويف is a disturbance travels in the medium with certain velocity and direction. يبقى عبارة عن اضطراب أو الطاقة بتنتقل في الوسط بسرعة معينة واتجاه محدد. Wave propagates in three dimension. إن الموجات بتنتقل في three dimension أو في الثلاث اتجاهات. شكل أمامنا بيمثل لشكل بعض أنواع الموجات. Signal AM FM. A wave moves through the medium. The medium particles doesn't move with the wave. ودي مهمة جدا. أول ملحوظة نخلي بالنا منها إن خلال انتقال الموجة في الميديوم أو في الوسط أجزاء الميديوم أو جزيئات الميديوم لا تنتقل مع الموجة. ولكن فقط بيحدث لها عملية vibration أو اهتزازات في موضع سكنها. The particles in the medium vibrate only. بيحدث لها اهتزاز. عندنا نوعين أساسيين من الموجات. أول نوع بنسميه transverse wave الموجات المستعرضة واللونجتيودنال wave أو الموجات الطولية. هنعرف خصائص كل موجة. في الموجات المستعرضة البارتيكل فايبريشن is perpendicular to wave motion. يعني لو ده اتجاه انتقال الموجة عملية الاهتزاز بتكون عمودية لأعلى وأسفل على اتجاه انتقال الموجة. إنما في الحالة الثانية particle vibration is parallel to wave motion. الاهتزاز زي ما احنا ملاحظين بيكون في نفس اتجاه انتقال الموجة. إنما الدايركشن اوف ميديوم اوسيليشن او فايبريشن في حالة الموجات المستعرضة بيكون عمودي على اتجاه انتقال الموجة. بعض الخصائص او الكميات الفيزيائية اللي بتستعمل في دراسة الويفز. اول كمية الفريكوانسي اللي بنرمز لها بالرمز F او التردد. ايه هو الفريكوانسي؟ is the number of waves passing a point per second and is determined by the source of the wave. يبقى هو عدد الموجات اللي بتمر او تعبر نقطة معينة في الثانية. البريود نرمز له بالزمن T اللي هو الزمن الدوري. is the time between successive wave crests or the inverse of the frequency. يبقى هو مقلوب الفريكوانسي او الزمن ما بين قمتين متتاليتين. T بتساوي 1 by F. الفلوستي سرعة الموجة C لأي موجة بصفة عامة is the speed at which wave peak travels. السرعة اللي بتنتقل بها الموجة. الwavelength أو الطول الموجي is the distance between two successive wave peaks أو two successive wave troughs. يبقى هو المسافة لو بصينا للشكل اللي قدامنا أدي بيك وبيك بعدها متتابعة. المسافة بين التو بيكس بنسميه الويف لينث. والراجل يوضح لي تاني في الموجة المستعرضة الدايركشن اوف ميديوم اوسيليشن اللي هو الفايبريشن والدايركشن اوف انرجي ترافل او ويف ترافل. ايضا من الخصائص او الكميات اللي بتستعمل في وصف الموجات الامبليتيود اي او سعة الموجة. is the maximum magnitude of the displacement. اقصى قيمة لإزاحة البارتكل. لو بصينا في الشكل الامبليتيود أقصى قيمة للإزاحة ما بين موضع السكون إلى الكريست. The displacement of a periodic wave varies back and forth between A and B. طبعا بتتغير الإزاحة عند كل نقطة. في أحيان الإزاحة بتساوي صفر عند موضع السكون. لو بصينا النقطة دي الإزاحة فيها صفر. عند الكريست أو الطرف بتكون الإزاحة أكبر ما يمكن. The velocity of waves. The velocity of waves اللي احنا بنسميها C العلاقة بينها وبين اللامدا والF بتساوي لامدا في الF حيث لامدا بتمثل لي المسافة والF بتمثل لي الزمن. C is the velocity of wave. لامدا is the wavelength اللي هو الطول الموجي. F the frequency of waves أو تردد الموجة اللي هو مقلوب الزمن الدوري. كلنا عارفين قانون العام للسرعة إن الV بتساوي الX by في حالة الموجة بنرمز للسرعة بالرمز C. لو خدنا مسافة معينة بيمثل على الطول الموجي على الزمن الدوري يبقى لامدا باي T واحد على T هو الF. يبقى ممكن أعوض عن القانون ده بلامدا في الF وده القانون اللي بنستخدمه لحساب سرعة الموجة. معنا سيميوليشن بسيط بيولين لي كيفية توليد الموجة المستعرضة عن طريق اهتزاز طرف نابض مرتبط بحبل. ولاحظ ان الموجة بتتولد وبتنتشر في الميديوم. لو خدنا نقطة زي النقطة اللي هي بتمثل لي اللون الاخضر عبارة عن جزيء او جسم في البارتكل الاقي الجسم بيهتز
لأعلى وأسفل عمودي على اتجاه انتشار الموجة، لكن لا ينتقل مع الموجة. هناخد مثال تاني أو سيميوليشن آخر للونجيتيودنال ويف، الموجة الطولية. بلاقي إن الاهتزازات لجزيئات الوسط بيكون في اتجاه انتقال الموجة عكس الموجة المستعرضة. أيضا لو لاحظنا الجزيئات اللي هي باللون الأحمر بلاقيها فقط بتنتز حول موضع السكون، عشان ما تقولش ان الجزيئات بتنتقل، لا، كل الجزيئات بتهتز فقط حوالين موضع سكونها، لكن اللي بينتقل في الوسط عبارة عن اضطراب او انرجي زي ما شرحنا في بداية الشابتر. بعض الاكزامبلز على الويفز. اول سؤال: a wave pulse on a string، نبضة موجية في string moves a distance 10 meter، اديني المسافة اللي هتتحركها الموجة in 0.05 second وعطيني الزمن. What is the velocity of the pulse؟ احسب سرعة البلس النبضة. What is the frequency of the periodic wave on the same string if the wavelength is؟ اسألني على الفريكوانسي التردد وعطيني الطول الموجي. استخدم القانون العام لأي سرعة. السرعة المتوسطة C هتساوي الـ X by T، المسافة على الزمن. هو عطيني المسافة 10 متر وعطيني الزمن، قسمت الاثنين على بعض حسبت سرعة الموجة. السؤال الثاني بيقول لي احسب التردد وعطيني الفريكوانسي. استخدم العلاقة اللي بتربط لي السي باللامدا بالاف، السرعة بتساوي لامدا في اف، اذا اف هتساوي سي باي لامدا، وانا لسه حاسب السي، اف هتساوي 200 على لامدا الطول الموجي 0.8، حسبت التردد 250 ووحدة التردد ما ننساش اللي هي الهرتز. مثال آخر: A typical sound wave associated with human speech has frequency of. بقول لي تردد sound wave، موجة صوتية مرتبطة بكلام الإنسان، بيكون قيمة التردد لها 500 هرتز. While the frequency of yellow light is about، أعطيني تردد اليلو لايت 5.14 هرتز. In air sound travels as، أعطيني سرعة الصوت في الهواء 344 متر بير سكند. And light، وسرعة الضوء في الفراغ 3.8 متر بير سكند. السؤال: Find the wavelength of the two waves، احسب الطول الموجي لكل من الموجتين. المعطيات اللي عندي لخصتها: ال FS تردد الساوند وسرعة الساوند، ال FL تردد الضوء وسرعة الضوء. إذن اللامدا للساوند هيساوي CS على الـ FS. بنفس الكلام اللامدا للضوء equal CL على الـ FL. كل المعلومات موجودة عندي: سرعة الصوت على تردد الصوت، حسبت طول الموجي. نفس الطريقة بالنسبة للضوء: سرعة الضوء في الفراغ على تردد الضوء في الفراغ، حسبت الطول الموجي للموجة الضوئية.